أهلا بكم. تراجع مقتدى الصدر حانثا بقسمه السابق بعدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وسبب هذا التراجع بحسب الصدر هو لتخليص العراق من الفساد والتبعية والانحراف وحماية الدين والمذهب، وأنه أي الصدر يتطلع إلى الفوز برئاسة الحكومة القادمة لتياره طبعا. كما دعا الصدر أنصاره للصلاة في ساحل التحرير في بغداد لتطهيرها بعد أن كادت أن تكون الساحة مكانا للفاحشة ومعصية الله على حد تعبير مقتدى. دور مقتدى الصدر في إجهاض الحركات الشعبية في العراق ودعمه المتواصل للعملية السياسية وفاسديها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية. كيف استطاع مقتدى الصدر خداع بعض الرأي العام في العراق على أنه مختلف ومتمايز عن بقية شركائه الطائفيين في العملية السياسية؟ وهل يعتقد الصدر فعلا أنه مختلف أو مناوئ لمشروع الاحتلال الأمريكي السياسي، أم أنه يسير وفق مسار مرسوم له إيرانيا؟ وهل ما زال الصدر يحظى بالهالة السياسية والإعلامية نفسها التي أحيط بها في الفترة الماضية؟ وهل الصدر هو الورقة الإيرانية الأخيرة لتسويقه شعبيا بعد تهرؤ وجوه بقية شركائه الطائفيين في العملية السياسية؟ وكيف ساهمت ثورة تشرين في تمزيق قناع المقاومة والإصلاح الذي اختبأ خلفه مقتدى الصدر لسنين طوال؟ ضيف طاولة رافع الفلاحي، حسين دلي، ثامر العلواني. منذ أول ظهور له في الساحة العراقية كانت الجريمة وصما على جبين المنادين باسمه، فلا أرهب ولا أجرم حينها من العائثين فسادا بالعراق طولا وعرضا، جيش المهدي ومن ورائه مقتدى الصدر، الرجل الأخطبوطي الذي يريد وضع أرجله في كل ساحة سياسية، رجل في ساحات التظاهر وأخرى في الحكومة وثالثة في إيران ورابعة في الخليج وخامسة في أمريكا، وكأنه يريد أن يمسك بخيوط جميع اللعبة، فلا تمر مرحلة عصيبة من عمر العراق إلا وهو جزء منها ومؤثر فيها. فمنذ تأسيس جيش المهدي وحتى مجيء القبعات الزرقاء مرورا بميليشيا السرايا، لعبت أذرع الصدر العسكرية دورا كبيرا في إشعال شرارة الطائفية، ومارست إجراما طائفيا توثقه المقاطع المصورة والشهادات الحية، ومن الجريمة الطائفية إلى الجريمة السياسية، عندما استخدم الصدر ميليشيا السرايا أداة لتخويف خصومه وشركائه وفرض وجوده في جميع الحكومات المتعاقبة بالقوة. ولما ثار الشعب العراقي في شهر تشرين الأول، اندس أتباع الصدر بين المتظاهرين، وحاول الصدر أن يركب الموجة ويقدم نفسه وصيا على المتظاهرين. الجيش المهدي والتيار الصدري وسرايا السلام تخوف هاي الميليشيات، بعد ما حد يجي يعتدي على المتظاهرين، أريدها تستمر المظاهرات. يا بشين ومريد التيار الصدري، ما تيدوا التيار الصدري ونقعد ببيتنا نسكت. لكن المحنة كما يقال تكشف معادن الرجال، فما إن خالف المتظاهرون هواه حتى كشر عن أنيابه وأطلق عصابات القبعات الزرقاء ترهب المتظاهرين وتهددهم، وتولى هو مهمة الطعن في شرف المتظاهرين، ووصف خيم الاعتصامات بأماكن اللقاءات المشبوهة بين الرجال والنساء، غير مبال بعدم قبول أي عراقي غيور للطعن في شرفه. فكيف بساحات التظاهر التي سالت عليها دماء الشهداء؟ مقتدى الصدر من نفس مدرسة زملائه زعماء الميليشيات الذين يصرحون بسوء أفعالهم وخطابهم الدموي ونهجهم الفاسد، إلا أنه أشد خطرا منهم لما يملكه من قدرة على تغيير لون جلده حسب متطلبات السياسة الناعمة لتحقيق غاياته الشخصية وتنفيذ مخططاته الخطيرة على حاضر العراقي ومستقبله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في ظاهرة
مقتضى الصدر والدور الذي لعبه من 2003 إلى اليوم في إجهاض كل الحركات الشعبية العراقية في مواجهة الاحتلال أو مواجهة العملية السياسية وفسادها. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا أيضا الباحث السياسي والإعلامي حسين دلي ومقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، مقتضى الصدر من 2003 إلى اليوم ظاهرة يبدو ظاهرة مقتدائية، تنقل تقلب بدل جلده أكثر من مرة، سوق نفسه أنه مقاوم للاحتلال، بعد ذلك أنه مصلح، أنه راعي الحركات الشعبية، واستمر على هذا المنوال لعقد ونصف العقد من الزمن. في أي سياق يمكن قراءة ظاهرة مقتضى الصدر؟ سياق مختلف عن مشروع الاحتلال والعملية السياسية، أم سياق خارج هذا الإطار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، عندما جاء الاحتلال إلى العراق عام 2003 كان يعني الفكر الذي يقف وراء الاحتلال أو الفكر الذي خطط الاحتلال للعراق وإدارته فيما بعد، قد درس الوضع العراقي، قد درس الساحة العراقية بشكل جيد. نعم. يعني عكس ما يقال أنه الأمريكان عندما جاءوا لم يكونوا يعرفون شيئا، هذه يعني أشكك فيها كثيرا. هؤلاء جاءوا هم يعرفون كل شيء ويعرفون طبيعة القوى التي ستعاونهم، طبيعة القوى التي سيعتمدون عليها، وكانوا يعرفون ماذا يفعلون وصولا إلى ما وصل إليه العراق الآن. يعني بعد 17 سنة نرى العراق في الحضيض، في يعني قعر الهاوية الحقيقة، وهذا كله بشكل مخطط، لم يكن نتيجة خطأ، نتيجة سهو، نتيجة أخطاء ارتكبها الاحتلال الأمريكي أبدا. فبالتالي أعود يعني عندما جاءوا كانوا يعرفون هذه القوى، وكانوا يعني يرتبون لكل قوى دور معين. الدور الذي لعبه مقتدى الصدر الحقيقة تعاونت عليه جهتان، يعني من البداية جهة إيرانية والجهة الأمريكية. كثير من الميليشيات شكلت في عهد الأمريكان وتحت مظلة الأمريكان في العراق، والباقي شكلت في إيران أو جاءت من إيران وأشرفت عليها إيران، وبالتالي هي انتماءهم كلهم لإيران. لكن فيما يخص مقتدى الصدر ظله دورا مرسوما. يعني عندما تتابع مقتدى الصدر بطبيعة فكرة، طبيعة تصرفاته، بطبيعة دراسته، علميته، حتى علميته الدينية، لا شيء، هو ما زال يعني لا يحمل أي صفة يعني كباحث ديني كبير أو ما زال تلميذا مثل ما يقولون، وهو علميا وفكريا وسياسيا يعني يمكن القول عليه أنه أمي الحقيقة. لكن أن يلعب هذا الدور، فهذا دور مرسوم إليه، الدور يلعب بعناية شديدة، هو أشبه ب يعني حبل الإنقاذ للعملية السياسية. كلما اختنق وكلما وصلت العملية السياسية إلى حائط، يعني إلى الحائط، إلى طريق مسدود، إلى آفاق قفلت أمامها، يدخل مقتدى الصدر على 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 على, على يعني على الطريق، يدخل على الموضوع، وإذا به ينقذ العملية السياسية بطريقة أو بأخرى. وتكررت هذه الحالة أكثر من مرة، وخاصة عندما تصطدم العملية السياسية، تصطدم كل قوى العملية السياسية مع الشعب في تظاهرات كثيرة، وأبرزها يعني ما حصل في عام 2011 في 25 شباط 2011 وما بعدها. نعم. واضح كان الدور اللي لعبه مقتدى الصدر. فبالتالي مقتدى الصدر هذا الدور الذي يلعبه، يعني رجل في العملية السياسية ورجل في الشارع، الفعل ونقيضة، هذه التي يراها البعض أنها مختلفة عن العملية السياسية، هي ليست مختلفة عن قوى العملية السياسية، لكن هي مكملة لأدوار الآخرين. إذا ما احتاجوا مقتدى الصدر سيدفعون بمقتدى الصدر. بالمقابل هو لكي يلعب هذا الدور يحتاج إلى أن يأخذ مكافأة، فأكيد هو طالبهم ماذا سأحصل من خلال لعبي لهذا الدور، من خلال تجيشي لهؤلاء الذين معي أتباعي، كيف يمكن مكافأتي؟ كانت المكافأة له أنه يستخدمها هؤلاء الأتباع في فرض مكاسب السياسية، في فرض ما يحتاجه، في فرض ما يريده، في فرض توسيع مساحة سيطرته،
فخلال السنوات الماضية يعني من عام 2005 على الأقل من أول انتخابات لحد الآن، مقتدى الصدر هو في قلب العملية السياسية، هو يشتم ويصرخ ليل نهار ضد الفساد وضد الخراب وضد السرقة وضد المحاصصة، وهو أكثر واحد يتحاصص وأتباع أكثر فسادا وأكثر خرابا، وبالتالي يشتم الحكومات وهو جزء من هذه الحكومات وهو جزء أساسي من هذه الحكومات. وهو قال أكثر من مرة، قال لم تشكل حكومة واحدة إلا وكان التيار الصدري فيها، لم تمضي العملية السياسية في طريقها إلا والانتخابات إلا و دكتور أشكرك. سنتحدث لا سمحت لي سنتحدث عن حجم مسؤولية مقتدى الصدر من هذا الذي جرى في العراق في قضية الطائفية، في قضية الفساد، في قضية الخراب، حالة الانحطاط العامة التي جرت في العراق. نتحول إلى ضيفنا الأستاذ حسين دلي. مرحبا بك أستاذ حسين دلي. أهلا لك أستاذ ماجد. أستاذ حسين، يعني هناك من يعتقد أن مقتدى الصدر فعلا أراد أن يخطط لنفسه خطا آخر، خطا مختلفا بعد 2003، خطا مقاوما بين قوسين، ولذلك جرت معارك بين تياره مع الأمريكيين في النجف في الصدر، بعد ذلك تصادم مع أبرز عرابي الاحتلال أو أدواته وهو المالكي في صولة الفرسان عام 2008. لكن الظروف في العراق كانت أقوى منا، الموج كان أقوى منا، ولذلك هو مضطر أن ينحني أمام هذه العاصفة الكبيرة ويسايرها. الرجل أراد شيء فعلا، القضية هكذا أم أنه هو دور رسم له وهو وفي لهذا الدور كما يقول دكتور رافع الفلاحي؟ شكرا لك أخي أستاذ ماجد، تحية لك ولضيوفك الكرام القناة الرافدين ومساعديها. حقيقة الصدر من يوم ظهوري على الساحة السياسية والعسكرية في 2004 كان يعيش في وسط تناقض كبير. الأول أنه شاب استلم قيادة تيار كبير واسع يستند على إرث والده المرجع الشيعي المعروف محمد الصدر الذي اغتيل عام 1999، ومرت هذا التيار بظروف صعبة جدا حتى كاد ينتهي مرجعيا وحتى على الساحات. وبعد الاحتلال اتيحت له الفرصة الثانية، وكان كما قال الأخ دكتور رافع يؤدي جزء من الدور المرسوم له إيرانيا بالظهور بمظهر المقاوم، خصوصا في ذلك الوقت كانت المقاومة سنية واضحة بامتياز، وكانت المناطق في بغداد وجنوب العراق مناطق هادئة وقادتها متحالفون مع الجيش الأمريكي الذي احتل العراق. هذا من جهة، ومن جهة ثانية كان يحاول الظهور والبروز لأن كثير من أتباعه والمناطق التي ينتشر فيها التيار الصدري يحاولون الحصول على المكاسب والحصول على مناصب و وزراء أسوة ببقية الفعاليات الشيعية الموجودة في بغداد وجنوب العراق كما ذكرنا. وهذا التناقض أثر بشكل واضح على خيارات مقتدى الصدر والمسار الذي اختطه لنفسه في بداية المرحلة العملية السياسية بعد الاحتلال. وهذا التناقض أدى إلى أنه تتخذ قرارات كثيرة، أولا بداية بمشروع الطائفية الذي يعني كان ظهور جيش المهدي عامل رئيس في إبرازه، خصوصا بعد جريمة تفجير المرقدين التي تسببت بها حكومة إبراهيم الجعفري وفقا لشهادات أمريكية ظهرت لاحقا. وهذا الخط المقاوم المصبوغ بصفة طائفية لم يتوجه إلى الأمريكيين كما كان يفترض، بل توجه إلى المقاومين الحقيقيين وأدى إلى ضرب المقاومة الحقيقية وإحداث فتنة طائفية داخلية، وأدى إلى أنه المواجهة مع المحتل تنخفض فعاليتها إزاء محاولات الطائفية التي أحدثها مقتدى الصدر بالرد على من اعتبرهم تكفيريين أو تفجيرين، وهنا التهمة تنسب إلى بعض الفصائل التي حسبت على الساحة السنية. ومن هذا الاتجاه كان هناك خط موازي له يحاول الوصول إلى الساحة السياسية بوزراء ونواب برلمان، ولكن لضعف الخبرة السياسية للتيار الصدري لم يحصل مقتدى الصدر على استحقاق حقيقي يوازي أو يمثل التيار في الميدان أو على الشارع
لأن هذه نقطة مهمة أستاذ حسين، اسمح لي، كيف استطاع مقتدى الصدر أن يسوق نفسه للرأي العام في العراق أنه مقاوم وفي نفس الوقت هو أصبح جزء أصيل من مشروع الاحتلال، العملية السياسية بوزراء بنواب، هو مشروع الاحتلال وفي نفس الوقت يدعي أنه يقاوم الاحتلال ومشروعه ومخرجاته؟ وفي الحقيقة لم يستطع، لم ينجح في ذلك التسويق. هو يتكئ على الطاعة العمياء التي جبل عليها أو تربى عليها أتباع التيار الصدري منذ زمن والده، وهذه الطاعة العمياء هي إحدى الثقافات وأدبيات المرجعيات الشيعية. اليوم كل المرجعيات الشيعية مهما ارتكبت من أعمال تحظى بأتباع كثر وطاعة تصل إلى حد الطاعة العمياء، وكما رأينا رغم أنه التيار الصدري ارتكب كثير من المجازر الطائفية ما زال هناك أنصار له يتابعونه حتى بعد أحداث ثورة تشرين والانفصال الذي وقع بين جماعة مقتدى وجماعة ثورة تشرين، بقي هناك له أتباع. صحيح أن قل أعدادهم وانخفض سقفهم، لكن ما زال لديه أتباع. هذا التسويق برأيي لم ينجح، لأن في الوقت الذي كانت بدأت يعني مظاهر الفشل تبدو على الحكومات السياسية التي أفرزتها حكومات الاحتلال والعملية السياسية، كانت هناك إشكالية حقيقية في أنه كيف ننخرط في عمل سياسي كنا نتهم به النظام السابق بأنه دكتاتوري وأنه فاشل، بينما نرى في نفس الوقت الحكومات التي كانت معارضة في ذلك الوقت وتدعي المظلومية هي تقوم بأفحش مما فعله النظام السابق أو ترتكب من الموبقات والمجازر والفساد والسرقات ونهب وهدر أموال الدولة التي يعني تجاوزت مئات المليارات. فكان هناك إشكالية حقيقية أنه الدخول في بوتقة هذه الحكومات هو عملية يعني إذا صح التعبير نقول إفشال المشروع الذي أراد مقتدى الصدر ومن معه بناءه في ذلك الوقت. وفي نفس الوقت في نفس الإشكالية بالتزامن مع هذا كانت أيضا عملية صياغة مشروع مقاوم بين قوسين شيعي موازي للمشروع المقاوم السني الذي كان يملأ الميدان وسمعته إقليميا ودوليا عالية. كانت هناك هذه الإشكالية، لم ينجح مقتدى الصدر ولا من معه لا بالحصول على مكاسب سياسية وينخرط بالعمل السياسي أسوة بالمالكي وحزب الفضيلة وحزب الدعوة والحكيم والمجلس الأعلى، ولم ينجح في ذات الوقت بإيجاد معادل مقاوم ميداني، حتى رأينا كيف أنه التيار الصدري أو جيش المهدي سلم أسلحته مقابل صفقة مع الأمريكيين، ورأينا الشاشات تنقل ذلك المشهد المخزي عندما سلم أفراد جيش المهدي أسلحتهم للأمريكيين مقابل خروجهم من بعض المناطق. وبنفس الوقت رأينا تكرار ذلك الأمر مع صفقة ثورة الفرسان التي كانت وتجميد جيش المهدي وتحويله إلى مؤسسة مدنية لاحقا. تمام بالضبط، هو هذا الفشل المتكرر ولد خطوات أخرى، وهذه الخطوات لأنها ليست موزونة ولا مدروسة نشأت على أساس أعوج، وبالتالي أصبح القالب الذي يسير فيه التيار الصدري ومقتدى نفسه قالبا أعوجا منذ الخطوات الأولى، ولم يفلح في إيجاد مسار حقيقي لا على المستوى السياسي ولا على مستوى المقاومة الميداني. وهذا انعكس على كل الخطوات وصولا إلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها الآن. التيار الصدري يركب الموجات، وعلى الواقع الشعبي يحاول الاستفادة من المد الشعبي الذي ورثه مقتدى الصدر وليس سنتحدث من أشكرك. سنتحدث بعد الفاصل عن الهالة السياسية والإعلامية وهذا المد الشعبي الذي حظي به مقتدى الصدر وتياره في السنوات الماضية، هل بقي على حاله، هل انزوى، هل تراجع بعد ثورة تشرين؟ طبعا نعتذر من دكتور ثامر، يعني ثامر فقط دكتور ثامر تأخرنا عليه، بعد الفاصل راح نعوضك إن شاء الله. إذن فاصل قصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن ظاهرة مقتدى الصدر ودوره في إجهاض كل الحركات الشعبية العراقية ضد الاحتلال والمشروع السياسي من المقاومة إلى التظاهرات السلمية. بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش، ابقوا معنا.
مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في ظاهرة مقتضى الصدر ودوره ودور تياره وميليشياته في إجهاض الحركات الشعبية في العراق ضد مشروع الاحتلال الأمريكي. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي وحسين دلي وثامر العلواني. دكتور ثامر مرحبا بك، سامحنا تأخرنا عليك. إياك الله أخي الكريم. أهلا وسهلا. الدكتور ثامر، لا ينكر أن مقتضى الصدر إذا أجاز التوصيف قد خدع بعضا من الرأي العام في العراق لسنين طوال. قدم نفسه أنه مقاوم للاحتلال، قدم نفسه أنه مصلح، أنه مختلف، أنه متمايز، أنه غير راضي عما يجري في العراق. وأيضا هذا يتجلى، وكانت له قاعدة، طبعا قاعدة في الشارع، وهذا لا ينكر، بإمكانه أن يخرج عشرات الآلاف مئات الآلاف من المتظاهرين. كيف استطاع أن يمارس هذا الخداع لكل هذه السنين، الخداع السياسي طبعا لكل هذه السنين؟ طبعا تقريبا القناع مزق بعد ثورة تشرين فقط. حياكم الله أخي الكريم، وتحية لضيفيك الكريمين. حقيقة من يتابع مقتدى الصدر منذ ظهوره بعد الاحتلال وتصريحاته ومواقفه اللي هي بالأصل ومتقلبة، سيصل إلى نتيجة حتمية بأن هذا الرجل يحاول أن يموه الحقيقة ويلبس أثواب متعددة ومتناقضة، يحاول أن يغطي حقيقته، يحاول أن يتستر على مثل ما تفضل أحد ضيفيك الكريمين بحقيقته العلمية والثقافية والجوانب الأخرى. الهدف من ذلك هو أنه يحاول في كل مرة أن يعود إلى الواجهة بثوب جديد، بخداع الشعب العراقي، بخداع الرأي الشارع. حقيقة هذه كانت واضحة بعد الاحتلال، لأنه أول خطوة بعد الاحتلال هو استغلها مقتدى الصدر لأن يبدأ بإثارة الطائفية. عندما شكل جيش المهدي، هذه أول خطوة لمقتدى الصدر تعتبر طائفية، جذب بها بعض الشارع الشيعي من أجل أنه سيحقق لهم ما يتمنونه بعد سقوط النظام العراقي. فكان جيش المهدي أول جيش شكل بعد الاحتلال، طبعا فضلا عن وجود ميليشيات أخرى موجودة، كانت منظمة بدر، حزب الدعوة التي جاءت بعد الاحتلال. ما يعني الآن أن جيش المهدي تم الإعلان عنه أمام الرأي العالمي وأمام الشعب العراقي، وبوجود الاحتلال الأمريكي الذي هو كان داعم أساسي لهذه الفكرة، لفكرة الطائفية وترسيخها في الشعب العراقي. فكان في ظاهر الأمر هو المفترض أن يقوم جيش المهدي بمقاومة الاحتلال، لأن الاحتلال بالأساس هو احتلال غاشم، جاء اغتصب أرض العراق. لكن في الحقيقة وما تم على أرض الواقع هو أن مقتدى الصدر أول بداية أمره وتأسيس هذا الجيش هو أنه صفى بعض المنافسين الدينيين والمنافسين الذين يراهم منافسين على تسيد الساحة باسم والده، وحدث أنه اغتال بعض الشخصيات في الجنوب. فإذا عمله أولا بالفتنة الطائفية وتصفية الخصوم، هذا كان أحد الأمور التي جعلت مقتدى الصدر يظهر على الساحة. بالإضافة مثل ما تفضل ضيفك الكريم سادة حسين، إلى أنه استغل الشعبية التي كانت لدى والده، الشعبية الشيعية خصوصا في مدينة الثورة، وهذا كان أيضا سبب ثاني لخداع رأي الشارع العراقي بأنه يمتلك شعبية ذاتية له، لكن في الحقيقة هذا كله بعيدا عن الواقع.
ثم بعد ذلك نرى أن مقتدى الصدر تحالف مع الاحتلال ودخل في العملية السياسية وشارك في جميع الحروب الطائفية التي حصلت في العراق. ولكن اللافت للنظر أنه كانت كل مشكلة تمر بها العملية السياسية. دكتور ثامر تقول أنه شارك في كل الحروب الطائفية التي جرت في العراق بعد 2003 إلى اليوم، كيف ممكن توضح لنا؟ تمام. أول المقتدى الصدر في بعد 2003 و2004 و2005 كان هو على حسب تصريحه عندما قبل أشهر كان أحد الكلام أنه كان يستخدمون البطة، سيارة البطة المعروفة في شارع العراق، كان يضعون الناس فيها ويختطفونهم. 2006 عندما بدأت الطائفية في العراق، عندما تفجر المرقدين، هناك أكثر من 200 مسجد في بغداد وحدها تم حرقها وتم قتل الأئمة والخطباء فيها. بدأت التصفيات الطائفية في المدن التي هي تخضع للتيار الصدري، هذا أولا جانب أول. أو ثانيا أنه شارك في الحرب الأخيرة في مدينة سامراء. الآن إلى حد هذه اللحظة نحن نتكلم وسرايا السلام هي من تسيطر على مدينة سامراء وتفرض الأتاوات، تسرق، تقتل، لا أحد يتكلم معها، وهذه تابعة لمقتدى الصدر. الحروب التي جرت في بغداد والطائفية في كل محاورها منذ 2005 وإلى يومنا هذا هم يستخدمون هذه الاغتيالات والطائفية وجهارا نهارا. آخرها إذا ما أردنا أن نتكلم عن ثورة تشرين، القبعات الزرق، مقتدى الصدر يعترف إشارة أنها تابعة له، وهي ثابتة قطعا أنها مسؤولة عن جرائم ارتكبت بحق المتظاهرين، قتل واختطاف وترهيب. إذن ما أريد أن أقوله أن لباس الأثواب لمقتدى الصدر المختلفة هي حقيقة لتغطية حقيقته، وتصريحاته دائما خادعة مكنته من خداع الناس. يضاف إلى ذلك أن هناك عامل التخويف والترهيب للشارع العراقي بأنه من يتكلم عن مقتدى الصدر سيصفى، سيحاسب، سيقتل، وهذا ما حصل في الناصرية، ما حصل في النجف، ما حصل في كربلاء. ناشطون كثيرون قتلوا وصفوا لأنهم انتقدوا مقتدى الصدر. فإذا مقتدى الصدر يستخدم التناقضات في تصريحاته، التناقضات أيضا في أفعاله، وهذا ما انطلى للأسف على بعض الآراء وبعض الناس من أن مقتدى الصدر هو يسعى إلى محاربة الفساد واقتلاع الفاسدين. هذه نقطة مهمة. دكتور رافع الفلاحي، يعني الكثير وأنت منهم يحمل مقتدى الصدر والتيار الصدري حصة كبيرة، قسما كبيرا من هذا الفساد الجاري في العراق، من هذا الخراب الجاري في العراق، حالة الانحطاط العامة. بينما الرجل في أكثر من مرة يعني سحب وزراء من الحكومة احتجاجا على الفساد، من 2003 إلى اليوم وهو صوته عاليا ضد الفساد الحكومي، اقتحم المنطقة الخضراء واعتكف فيها احتجاجا على الفساد. فكيف يتحمل هو جزء من هذا الفساد؟ هو وكما يقال يد واحدة لا تصفق. أستاذ ماجد، دائما ما كان، وأنا أشرت لها، دائما ما كان الصدر يستخدم أتباعه كأوراق ضغط لتحقيق مكاسب مادية ومناصب حكومية وتلاعب بإدارة ما يسمى بالدولة في العراق، هي لا وجود للدولة. الحقيقة ما أشرت إليه ربما يحصل لفظيا بالكلام والتوجيهات، لكن واقع الحال مقتدى الصدر لم ينسحب من أي من الحكومات التي شكلت من عام يعني من الاحتلال لحد الآن، على الأقل من عام 2005 لحد الآن لم ينسحب. يتكلم عن سحب وزراء لكن هو باقي، هو لديه وزراء، أكثر من 6-7 وزراء في الحكومة، هو لديه نائب رئيس وزراء، كان لديه بعد ذلك لديه يعني كثير من الرجال بالمؤسسات الأمنية والاقتصادية والصحية والتجارية وفي كل المستويات. هذه كلها أتباعه وهذه كلها عوائد كبيرة له ومكاسب كبيرة ومساحته. حتى في قضية الذهاب إلى الخضراء عام 2016 وفي حكومة العبادي ودخوله إلى المنطقة الخضراء في شهر آذار عام 2016 وهذه الخيمة التي سميت خضراء
نعم. ماذا كان يعني ماذا أراد منها ليقول لي هو أو غيره من أتباعه ماذا أراد منها وماذا فعل؟ يعني لو غيره هل المتظاهرين ذول الثوار تشرين يريدون أن يعبروا جسر الجمهورية فقط لا يستطيعون، قتل أكثر من ألف شهيد سقط لهم وهم يعني في هذه المنطقة المحصورة بين ساحة الطيران وساحة التحرير، لم يستطيع. لماذا يستطيع مقتدى الصدر أن يعبر جسر الجمهورية بهذه الطريقة ويدخل إلى المنطقة الخضراء؟ لماذا لم يكن هو جزء من هذه التمثيلية التي تلعب على الشعب وجلس في الخيمة الخضراء وجماعة تظاهروا خارج المنطقة الخضراء وأشار لهم للذهاب إلى ساحة الاحتفالات والبعض من عندهم بدون دراية بدون ضبط هتفوا ضد إيران وإذا به يزعل عليهم ويعيدهم إلى البيت ويخرج من الخيمة الخضراء ويعود إلى البيت؟ ماذا تحقق؟ هل أوقف الفساد؟ هل أوقفت المحاصصة؟ هل جاءوا بنظام جديد وتركيبة جديدة لحكم العراق؟ هل أنقذ العراق من الخراب والدمار الذي حل به؟ دكتور اسمعني دكتور، لذلك الرجل يبدو يعني مقتنع أو تولدت عنده قناعة راسخة أنه عملية الإصلاح التصدي للفساد لن تؤتي ثمارها، لن تنجح ما دام التيار الصدري في الصفوف الثانية أو الثالثة من الحكومة. ولذلك قال في هذا في آخر تصريح أن الهدف من الاشتراك أو العودة للاشتراك في الانتخابات البرلمانية القادمة أنه يتطلع لرئاسة الحكومة، رئاسة الحكومة هي الكفيلة فقط بوضع خطوات عملية وملموسة في طريق لجم الفساد، تحجيم الفساد. أن يكونوا وزراء ومدراء عامين لن ينجزوا شيء، وكأنه هكذا قناعة الرجل. أستاذ ماجد هذه ليست قناعة، هذه لعبة الحقيقة. هو يقول في نفس الوقت أنا أقول لك دكتور أقول نعم لك نعم واضح نعم. وهذا ما تنقله صحيح وهو قاله ويقولوه أكثر من مرة وهذا تفكيرهم. الحقيقة أنه مقتدى الصدر هو الذي يقول وأتباعه يقولون نحن نسيطر على الشارع ونحن أكبر قوة شعبية وقادرين أن نسقط حكومات وقادرين أن نفعل ما نريد ونسقط العملية السياسية والعراق كله بيدنا. هذا قالوه أكثر من مرة وما زالوا يقولونه. طيب لماذا أشترك بحكومة فاسدة محاصصية خربت العراق دمرت العراقيين مزقت الشعب سرقت أمواله نهبت خيراته أسقطت العراق رهنت سيادته واستقلاله إلى الآخرين؟ هكذا يقولون هم ويصرخ مقتدى الصدر ضد هذا. لماذا أشترك بها وأنا ضد كل هذه وأعمل فيها؟ هذه لعبة لا تقبل. يعني أن تكون موالاة ومعارضة في نفس الوقت هذه لا تقبل. يعني أنت مع من؟ أنت مع الشارع؟ إذا كان مقتدى الصدر فعلا ضد فساد وضد الخراب وضد دمار العراق، لماذا لم يقف مع الشعب؟ لماذا وجه أتباعه للوقوف ضد التظاهرات في كل التظاهرات التي حصلت؟ وتظاهرتين أساسية واضحة في 25 شباط 2011 وثورة تشرين واضحة ماذا فعله التيار الصدري وماذا فعله مقتدى الصدر بالتظاهرتين. هذا واقع الحال الحقيقة. هذه جزء لا. من اللعبة لا. هو يستخدم كل هذا الذي يقوله جزء من عنده لتنفيذ أجندة إيرانية. ودعني فقط أقول بشكل سريع أن السياسة الإيرانية التي صممت هذا الدور من البداية في سياسات فلسفة السياسة الخارجية الإيرانية تعتمد على حتى لو كانت يعني دكتور خلينا نأجل هاي النقطة لأن عندنا نقطة نأجلها عشان نتحدث بها. هل مقتدى الصدر هو الورقة الإيرانية الأخيرة لتسويق الأحزاب الطائفية في العملية السياسية؟ أستاذ حسين دلي لا ينكر أنه كان لمقتدى الصدر هالة سياسية وإعلامية منذ 2003 إلى ثورة تشرين، شارك بقوة في العملية السياسية في حكومات العملية السياسية، كان بإمكانه أن يخرج يعني عشرات الآلاف من المتظاهرين، كان يسمى بيضة القبان في تشكيل الحكومة، صانع ملوك وما إلى ذلك. وصولا إلى ثورة تشرين، هل تعتقد أن الصدر بعد ثورة تشرين ودور ميليشياته القبعات الزرق وجيش المهدي في قتل المتظاهرين وخطفهم، هذه الهالة السياسية والإعلامية ما زالت على وضعها؟ أفلت خفت أم ربما تصاعدت؟ يعني بالتأكيد الهالة هي من الأصل كانت مذمومة، لم تكن هالة إلا على لأتباعه. نعم. اليوم على المستوى السياسي
وفي الشارع العراقي هذه القدسية انتهت تماما. نعم. لم تعد إلا على نطاق ضيق فقط للمرتبطين بهذا التيار بشكل مادي. يعني التيار الصدري بالمناسبة هو أكثر الأحزاب والحركات في العراق التي تعرضت للشقاقات. نحن نذكر عبد الهادي الدراجي، نذكر قيس القزعلي اليوم زعيم الميليشيا العصب، هو في الأصل كان من التيار الصدري، سعد سوار، يقال أنه أستاذ حسين، يقال كل الميليشيات، كل الميليشيات التي تشكلت بعد عام 2003 خرجت من عباءة مقتدى الصدر. تمام. فهذا الشقاقات التي رأيناها في الفترة الماضية اليوم لم تعد شقاقات فردية أو مجرد جماعات وعصابات، وإنما انخفاض كبير في سقف مقتدى الصدر وحتى تياره في الشارع اليوم، انخفاض كبير. حتى المظاهرات التي خرجت اليوم لم تكن بالمستوى الذي تعودنا عليه في مظاهرات التيار الصدري، واستمرت لمدة 30 دقيقة فقط، وكان مؤشر واضح والصور نقلت أن الأعداد لم تكن حتى ربما نصف ما كان يستطيع مقتدى الصدر إخراجه في الوقت السابق. الحقيقة أن اليوم الذي كان فيه لحظة المفارقة الحقيقية بين مقتدى الصدر وتياري وبين الشارع العراقي ويوم 24 كانوا الثاني يناير الماضي فيما عرف حينها بمليونية السيادة التي دعا لها مقتدى الصدر، وكانت أول لحظة حاسمة للفراق بين جماعة مقتدى الصدر المعروف بقبعة الزرق وبقية الشارع العراقي المنتفض ضد حكومات الفساد. هذا الحدث البارز كان إعلان تصدع الثورة. طبعا هو صحيح أنه يعني شوه الصورة التي عرفت عن التيار الصدري على الأقل وسط أطباعه، لكنها أدت دورا سلبيا كبيرا و يعني تسببت بتصدع ثورة تشرين، وأدت إلى انخفاض سقفها مرورا بمطالبها حتى انتهت إلى ما آلت إليه في الأسابيع الأخيرة عندما أخلى معظم المتظاهرين ساحات الاعتصام في بغداد وفي معظم المحافظات، لم تبقى إلا ربما ساحة الحبوب في الناصرية. هذا طبعا بدوره انعكس حقيقيا على القدسية التي طالما جهد مقتدى الصدر وتياره وإعلامه في وسائل التواصل على بنائها خلال الفترة في السنوات الماضية في انتفاضات التي أخرج مقتدى الصدر مئات الآلاف من أتباعه. وهذا ربما أنا برأيي سينعكس عليه في الانتخابات القادمة. اليوم سمعنا قبل أسبوع أو 10 أيام حاكم الزامل واحد هو قيادات مقتدى الصدر يتحدث عن أن التيار الصدري قد يحوز على 100 مقعد، لكن الواقع المشاهد أنه في ذروة ما كان مقتدى الصدر يستطيع إخراج 100 ألف في الشارع لم يستطع أن ينال أكثر من 40 مقعد، فما بالك اليوم وقد انفض حتى كثير من أتباع التيار الصدري عن مقتدى الصدر. فهذه مؤشرات حقيقية على أنه الهالة والقدسية والسلطوية التي كان يتمتع بها مقتدى الصدر لم تعد كما كانت بشكل كبير. نعم، أشكرك دكتور ثامر العلواني. مقتدى الصدر يحاول أن يمارس دورا أبويا على الشعب العراقي جميعا، على حركات الشعب العراقي، يتحدث بجرة أذن للمتظاهرين، يطلب من المتظاهرين وهذا الحراك بمئات الآلاف أن يفعل كذا وأن لا يفعل كذا، يتظاهر هنا ولا يتظاهر هناك. هذا الاعتقاد بدور أبوي موجه أو وصي على الشعب العراقي 40 مليون، هذا الاعتقاد من أين متأتي لمقتدى الصدر؟ هل هو غرور؟ هل هو نرجسية يعني عالية؟ هل هو عته؟ أم ثمة واقع عملي مجتمعي الحقيقة يعزز أو يغريه بهذا الدور الأبوي بهذه الوصاية؟ حقيقة مقتدى الصدر والتيار التيار الصدري ذكرنا في الحلقة السابقة أنهم هم ضمن مشروع إيراني أمريكي. نعم. هم لا يمتلكون مشروعا مستقلا لوحدهم. نعم. هم أدوات في مشروع إيران التوسعي، ويعملون تماما بالقرارات المصيرية التي تتخذها طهران وهم ينفذونها. فيكون طريق الميليشيات والأحزاب الطائفية في الحكومة هم ضمن هذا المشروع. مقتدى الصدر يعلم تماما أنه ما يملكه من قوة، ما يملكه من
جرأة في الكلام هو لأجل الحماية الموجودة من إيران والغطاء الرسمي الذي يحظى به. هذا كله يجعله يتهور، يجعله يتخذ إجراءات ممارسات إرهابية رأيناها في المظاهرات هذه الأخيرة في مظاهرات تشرين، ورأينا سابقا الجرائم التي ارتكبها ولم يستطع أحد أن يحاسبه أو أن يحاكمه على هذه الجرائم. هناك مع العلم عليه مذكرة أمر إلقاء القبض على خلفية مقتله أو قتله لعبد المجيد الخوي لا زال الساري لحد الآن. تم هذا ما ذكرته في البداية، وقصدت أنه استهدف بعض الشخصيات التي يرى أنه ستنافسه في الساحة بقيادة التيار الصدري. على العموم، هو لابد أن نعلم أنه إيران هي من تخطط لمقتدى الصدر، إيران هي من تجبره على تنفيذ مشاريعها في العراق، وإيران حاولت جاهدة أن تظهر مقتدى الصدر بهذا المظهر. مقتدى الصدر كان عليه فيتو أيام قاسم سليمان، لأنه كان يراه غير مؤهل لقيادة بعض المشروع الإيراني، يرى أن الأحزاب الباقية أو الميليشيات الباقية هي أقدر على السيطرة على الوضع العراقي. مقتدى الصدر بعد مقتل قاسم سليماني شعر أنه أتيحت له الفرصة للاستحواذ على السلطة، ولذلك أنه رأينا التصريحات السابقة قبل أيام أنهم سيأخذون رئاسة الوزراء، سيتحكمون. دكتور ثار، حتى بس الوقت لا سمحت لي أشكرك على هذا التوضيح. يعني هل ظاهرة مقتدى الصدر وتياره الآن ما زالت بنفس الخطورة التي كانت عليها من 2003 إلى ثورة تشرين، أم أنه هذا الخطر الآن ضعيف واهن بعد كشف ثورة تشرين لمقتدى الصدر وتمزيق هذا القناع الذي اختبأ خلفه لسنين؟ قطعا مقتدى الصدر انهارت شعبيته كثيرا التي كان يستخدمها عن طريق كما قلت سابقا هو الطائفية، وكان يستخدم أيضا الترهيب. هذه كلها الوجوه، القناع الذي كان يرتديه مقتدى الصدر انكشف بعدة أمور. أولا انكشف بتصريحاته المتناقضة والمتقلبة، كان في بداية الأمر ضد المظاهرات، ثم بعد ذلك أنه دعم المظاهرات، ثم بعد ذلك تهجم على المظاهرات، ثم بعد ذلك أصبح مع المتظاهرين. هذه التقلبات كلها جعلت مقتدى الصدر تنهار شعبيته الكبيرة، حتى أننا نرى أن من ينضمون إلى التيار الصدري هم كثير منهم الآن ينددون بمقتدى الصدر، ورأينا المظاهرات كانت واضحة جدا في هتافاتها لا مقتدى لا هادي تظل حرة بلادي، كانت شعارات واضحة جدا ضد مقتدى الصدر، دليل على أن مقتدى الصدر خسر القاعدة الشعبية أو كثير من القاعدة الشعبية التي كان يتحلى بها سابقا. نعم دكتور رافع الفلاحي، هناك من يقول أن مقتدى الصدر هو الورقة الأخيرة لإيران لإعادة لإحياء لبعث الحياة في مشروعها وتسويق طبعا مشروعها شعبيا عن طريق مقتدى الصدر، بالاتكاء إلى إرث سنوات ماضية بعد تهرو وافتضاح بقية الوجوه الطائفية في العملية السياسية، وهذا الرفض الشعبي وهذا القرف والاشمئزاز. مقتدى الصدر هو الورقة الأخيرة إيرانيا للتسويق شعبيا لإعادة حاضنة شعبية للعملية السياسية الطائفية وأحزابها. حظوظ هذه المراهنة الإيرانية على مقتدى الصدر للتسويق له شعبيا وتسويق مقتدى الصدر لهذا المشروع شعبيا مرة ثانية. اللي أشرت إلى أستاذ ماجد صحيح جدا، إيران تدرك أن كل القوى الحزبية التي بالعملية السياسية التي دعمتها 17 سنة وتنتمي إليها حظوظها أقل من الصفر، مو صفر، وعلى رأسها حزب الدعوة. الشعب شارع يعني قرفة لا يستطيع التعامل مع هذه القوى بعد كل هذا الفشل، بعد كل هذا الخراب، بعد كل هذا الفساد، بعد كل انفضاح هذا الكذب اللي ويعني والإعلانات الكاذبة والمشاريع الكاذبة التي رأها الشعب. فبالتالي ليس لديهم سوى ورقة مقتدى الصدر، لذلك مقتدى الصدر أقول إنها يعني الورقة الأخطر الآن على الساحة، بغض النظر إن كان قد سقط في امتحان الشعبية. نعم هو سقط في امتحان
الشعبية الصدر، لكن ما زال هو الورقة الأخطر بيد إيران التي تلعب بها، وهو من رهنت عليه في فضل تظاهرات. يعني عندما جاء من إيران ووجه لماذا هي الأخطر دكتور؟ أين مكمن الخطورة في قضية مقتدى الصدر من وجهة النظر، من وجهة نظرك أنت يعني على الأقل؟ هو يمتلك يعني الحقيقة يمتلك أعداد يعني كبيرة ربما من الميليشيات التي يستخدمها بشكل واضح، من الأميين الذين يعني يؤمنون بقضية يعني نفذ وأطع، يعني ماكو هذه القضية الطاعة هذه العمياء عندهم بشكل هذه المجاميع. نعم أعدادهم تقلصت لكنهم ما زالت مؤثرة، الكثير منهم مغيبة عقولهم، قدرتهم على التفكير محدودة جدا جدا، وهو يستغل هذا الموضوع، وعليهم أن يفكروا جيدا الحقيقة. حتى مدينة ما يسمى مدينة الصدر، هذه مدينة الثورة التي سميت بمدينة الصدر، ماذا فعل لها الصدر؟ عليهم أن يسألوا أنفسهم، يعني قبل أيام في أول مطرة ماذا حصل في هذه المدينة؟ ما زالت المدينة من سيء إلى أسوأ، والحياة من سيء إلى أسوأ لديهم، فما الذي فعله الصدر لهم مع كل هذه الأموال التي جاءته، مع كل هذه المناصب، مع احتلاله للدولة كلها؟ يعني هو في كل المناصب، ما الذي يعني فعله لأتباعه أساسا لكي يفعله لأهل العراق؟ فبالتالي هي ورقة خطيرة، ورقة خطيرة لأنها الورقة الوحيدة الآن بيد إيران. ليس لديها، لا تستطيع إلا أن تتدخل بشكل يعني مكشوف وواضح وبشكل رئيسي، تتدخل بنفسها في داخل العراق، لا تستطيع، يعني خاصة بعد خسارتها لسليماني. قاآني مهما كان ليس بمستوى سليماني وتأثيره وقدراته وفكره وأتباعه، هذه خسرتها هذه الورقة، والآن تلعب بهذه الورقة، ورقة مقتدى اللعب بها. نعم تدرك إيران هي لعبة خطرة في نفس الوقت، لأنه مقتدى وجماعته لا يقبل بمساحة صغيرة، سيحاول أن يتوسع أكثر، يريد أن يصل إلى مجلس الوزراء. هل يستطيع؟ أنا أعتقد أن الانتخابات القادمة ما يعدونه الآن لقضية الانتخابات القادمة قد سقطت اليوم بالذات، يعني قد سقط كل التأييد لها، يعني حتى إذا كان في فكرة ربما قد خدع مجموعة من المتظاهرين، مجموعة من الثوار، هذه قد سقطت بالشعارات التي رفعت اليوم. إذا شاهدت اليوم الشعارات التي رفعت من قبل جماعة التيار الصدري، الآن الشعار الرئيسي الآن تم تطهير ساحة التحرير من الفواحش والقذارة. نعم. إذا كانت هذه الثورة المباركة، ثورة تشرين، بها من الفواحش والقذارة اللي قدمت 1000 شهيد وقدمت 30,000 جريح وقدمت مئات من المختطفين والمغيبين، وطالبت بالعراق وطنا، وطالبت نريد وطن، وطالبت بأهل، يعني بكل ما يحتاجها للعراق، فيها من الفواحش والقذارة التي يطهرها التيار الصدري بهذه الطريقة. إذن مقتدى الصدر كان من البداية، وهذا إعلان واضح، هو ضد هذه الثورة، ضد هذه التظاهرات، والآن بينت بشكل واضح من هذه الشعارات التي رفعت اليوم. فبالتالي الشارع هذا الذي يؤيد ثورة تشرين، نعم، ويؤيدها بالمطلق طبعا، حتى إن لم يقف معها وقفة جادة وعميقة، لكن هو يؤيدها بالمطلق، هذا الشارع كله ضد التيار الصدري، وسيذهبون إلى انتخابات. إذا كانت الانتخابات السابقة 80% لم يشاركوا بها، هذه الانتخابات ربما أكثر من 90% من العراقيين لن يشاركوا فيها، وستسقط هذه الانتخابات. ربما سيزورون، سيقولون أكثر النتيجة، لكن ستبقى النتيجة واحدة، نعم، أن الشعب رفضهم تماما. نعم. شكرا دكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، وشكرا أيضا للباحث السياسي والإعلامي الأستاذ حسين دلي، وأيضا شكرا للدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كانوا معنا في هذه الحلقة عبر سكايب، ناقشت هذه الحلقة ظاهرة مقتدى الصدر ودوره ودور ميليشياته في إجهاض كل الحركات الشعبية العراقية ضد مشروع الاحتلال والعملية السياسية. لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر أيضا المشاهدين الكرام، على أمل اللقاء بهم في الأسبوع القادم، في أمان الله.